انا فلاح، واحد الوقت غادي تولي عينه بالخير ان شاء الله. ما كاينش شي بديل، ولا ما كانتش هاد الصنعه ما كاينش مرمين غادي تلقى باش تخدم. وهذا القسم بحال اللي كنشوفوا هو واحد القسم نموذجي، يعني بدعم من الاتحاد الاوروبي لتاهيل هاد الاطفال اللي كينتميو لهاد الساكنه الفقيره، باش يكون عندهم واحد الدعم الاولي لولوج الاقسام الابتدائيه في المدرسه العموميه. اللي تنطلبوا من الناس هو انه يتعاملوا معاه بحال اللي تيتعاملوا مع شي واحد شي باني مزيان، يبغاو يجروه ويوصلوا شي بلاصه.